عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا هنا قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وهنا قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. فهذا المثل من أعظم الأمثال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والأمة الآن مفرقة، والأمة الآن على أديان شتى، الأمة مفرقة والواقع يصدق ذلك. أحزاب وجماعات وطوائف وطرق، الطرق الصوفية براها في مولد أم درمان قالوا 100 كم وما عارف 40، في بتاع السجانة كم 80، وفي هناك البحر كم 30. الطرق دي كلها جات من وين؟ ولا في ولا طريقة من الطرق الصوفية دي حقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا طريقة. وبنتحدى أي صوفي درويش شيخ طريقة يجي يقول الطريقة السمانية دي حقة الرسول. تقدر؟ تقدر يا صوفي تقول الرسول كان سماني؟ ما بتقدر. الرسول كان تجاني؟ ما بتقدر. الرسول كان خدمي؟ ما بتقدر تقول. وإلا تفتري الكذب على رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل الطرق دي طرق حقة إبليس، الطرق دي كلها في النهاية دار تقودك إلى النار. كل الطرق الشايفها عينك دي كلها طرق بتاع جهنم. وأي طريق، أي طريقة في رأسها في شيطان، أي طريقة في على رأسها شيطان. الدليل شنو على الكلام ده؟ ده ما كلامي أنا عشان ما تتضايق، ده الرسول قال على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. عشان كده أي يقول أي زول يقول لك تعال خش معانا طريقتنا كويسة وأنا منها من المحل ده نحذر كل المسلمين من أن يسلكوا هذه الطرق الإبليسية التي تقودهم إلى نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حينما تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما. وكذلك قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يشاقق الرسول، تعرف يعني يشاقق يعني يعمل له دروب ثانية غير طريق الرسول. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس حتى عمه أبو طالب لما أدركته الوفاة كما عند البخاري أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله. وكان معه رفقاء سوء قالوا أترغب عن الطريقة بتاعتك زي الليلة الشغل الآن الحاصل الحاصل. لو في واحد دار يستقيم كان من أسرة صوفية يقول له تخلي طريق أبوك والله أنت عملوا لك غسيل مخ وتلقاه الليل والنهار شغالين فيه عشان ما يبقى ملتزم بالكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه ويكرران عليه قال حتى قال هو على ملة عبد المنطلب لحد ما مات عليه على ملة عبد المنطلب وهي الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هدايته ولكن الله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فده فيه حرص من النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سمعتم قصة الغلام اليهودي لما أدركته الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء وكان معه أبوه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله إلا الله. الولد يعاين لأبوه ويعاين للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبوه قال له أطيع أبا القاسم أطيع
القاسم، وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام من إنقاذ الناس من النار. والله ده فيه حرص شديد، إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقذ الناس من النار. وبالمقابل أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأسلافهم إلى يوم الناس هذا يدعون الناس إلى النار. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالزول لو دعا للهدى والناس اتبعوه على الهدى له الأجر، وإذا دعا إلى الباطل كذلك له من الآثام ومن الذنوب بمثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالحديث ده فيه حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الذباب والفراش. الزول لو كان في البادية وفي الخلاء لو ولع نار بالليل الحشرات بتجي تحوم حوله، وبعض الحشرات تقع جوا النار، الذي اجتذبها النور هي من هناك ما عارف أدنى ولا عارف هذا حتفة حتموت، لكن الضوء جذبه ولفت في النار إلى أن سقطت في النار. فده مثل مشاهد، ناس البادية وكذا بيعرفوه الكلام ده. وعندنا مثل سوداني بيقول لك الزول ده أحمق زي شنو؟ زي أبو الدقيق، لأنه أبو الدقيق ده لو لقى اللمبة مولعة بيلف فيها لما نقع فيها. والأمثال كثيرة يعني في القرآن وفي السنة. نأخذ على سبيل المثال من القرآن ثلاثة أمثال. ربنا يقول في سورة الحج، وشوف المثل ده والأمثال يعني التي جاءت في التوحيد والعقيدة من أعظم الأمثال. ربنا يقول في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال لك أن ربنا بيقول الناس الذين دعوا مع الله لن يخلقوا ذبابا. طيب إذا كان بالمقابل، خلي زول الصوفي عنده مخ يفتح معانا شوية، إذا ضبانة ما بديك لا يديك الجنة كيف؟ وضبانة ما أدالك يديك جنة كيف؟ قال لن يخلقوا ذبابا، ضبانة ما يخلقوها، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وشوف التحدي، شوف التحدي ده تحدي يعني عظيم. قال لك ولو اجتمعوا له. الآن الصوفية كلهم قالوا بدي الجنة، والقالوا بينزل المطر، والقالوا بيعلم الغيب، والقالوا ما عارف قلب العود مفهوم، والقالوا خلق من الشجرة بني آدم، والقالوا قلب البيت ولد. ربنا قال ديال كلهم لو اجتمعوا عشان يخلقوا ضبانة ما بيقدروا، والله ضبانة ما يخلقوها. بس انت كده يعني أتأمل هذا المثل، قال ولو اجتمعوا له. وربنا عشان يوريك الضعف أضعف هؤلاء قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. الضبانة لو جات شالت من أكل من الأكل بتاع الزول ده ذاته المدعو ما بيقدر يرجعه. قال لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقوله الله عز وجل كذلك في سورة العنكبوت: لأي زول جعل له أولياء وختام واسطة بينه وبين الله. ربنا قال في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. شوف الآية دي مش واضحة؟ الآية دي واضحة، لكن بعض الصوفية ما دارين يتوجهوا لله براه، يقول لك لا أبونا بيلحقنا وأبونا بيفزعنا، وإن كنت في هم وغم فنادني يا بيرغني أنجيك من كل شدتي. وكذاب، والله لا يسمعك ولا يستجيب لك ولا يلحقك ولا يكشف عنك الضر. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الذي اتخذ مع الله عز وجل أولياء فهذا كالذي يتمسك ببيت العنكبوت لا تغني عنه شيئا
بل بيت العنكبوت لا يحمي العنكبوت من الحر ولا من البرد ولا من المطر، أضعف البيوت بيت العنكبوت. في ذول يتعلق، في ذول عاقل يتعلق له بيت العنكبوت. فالذي يجعل مع الله عز وجل أولياء واسطة بينه وبين الله، ولا يمضي في الحولية السنوية بتاعت الكريدة غرب النيل، الجماعة بالبصات والحافلات واللواري والدراويش تلقاهم مرقعين وزول لابسين سبح ومجنزرين ماشيين هناك الكريدة. والكريدة دي محلة شيوخ عبد الرحيم الزريبة، عشان كده عندك كم مدحة يمدح في الكريدة ورجال الكريدة والكريدة غرب النيل. أنا ناوي له ما عارف هوس تقول له عند أبوك الشيخ البوري. فربنا قال الزوال العامل له أولياء وخاتم واسطة بينه وبين الله، هذا كالذي يعني يتمسك ببيت العنكبوت. مثل آخر، ربنا قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، الآيات في سورة الزمر. ربنا يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الذي يعبد الله وحده، يعني الكلام ده الذي يعبد الله عز وجل وحده والذي له آلهة كثيرة، فالذي له إله واحد يعلم أنه عبد لله وحده جل جلاله. أما الزول اللي عنده آلهة كثيرة، في الشدائد المرأة لو ما ولدت تمشي لزرقاب، وكان البهائم راحة تمشي هناك ومضوم بان، وما عارف كان الأولاد ما نجحوا يمشي حمد النيل، ده عنده آلهة كثيرة، عنده آلهة كثيرة. فكل إله عنده مهمة معينة، بيقول لك دي أو الزرقاب أخصائي جنة، الزريبة هناك علم غيب، ما عارف ليك حسن كسل ذاك ما عارف شنو، وبذاك وتحسونا قالوا بيحيي الأموات. ده كله كلام باطل، أبطلوا القرآن وأبطلته السنة بأوضح الأدلة، ولكن هؤلاء تكبروا على القرآن وعلى السنة وأبوا إلا أن يتبعوا شيوخهم على الضلال. وأنا جايك للشركة، الشركة الجديد موديل 2015، إنتاج 2015، قبل 3 شهور بس، ده شرك جديد وشرك متجدد. وانت ما تزعل، مش هم قاعد يطبعوا، نحن برضو بنجي نتكلم، ما لم يوقفوا الطباعة ويقروا أن هذا الكلام باطل وشرك أصلا بنقف. ولا يوم من الأيام لا نكل لا نمل بحول الله وقوته، ندعو إلى التوحيد ونحارب الشرك ونحارب البدع بكل ما أوتينا من قوة إلى أن نلقى الله بحول الله وقوته. المثل الثالث الذي ذكرناه من سورة الزمر. طيب نشوف النماذج، لأنه النبي يحجز الناس عن النار وهؤلاء يدعون الناس إلى النار. الصفحة 168، صفحة 168 من كتاب رياض الجنة ونور الدجنة لعبد الرحيم الزريبة، وده أكبر طاغوت في البلد. والله عبد الرحيم الزريبة أكبر طاغوت في البلد دي، وما عنده الحبة. أنت كان خايف بس بعيد بعيد، لكن في المحل ده هنا بنجيه لك بالميكروفون ده إلى أن يستحضر الدراويش. لما الدراويش كورك ببر، شوفك عبد الرحيم الزريبة قال شنو عشان ما تجد دافع بالباطل ساج. بيقول في الكتاب على رياض الجنة ونور الدجنة إصدارة الإصباط، قال سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغم. قال وكذلك عادي من يكون عدوهم واحذره في دنياك حذر الأرقم. قال لك أول حاجة دامر من عبد الرحيم الزريبة لكل درويش تابع للسمانين، وبراهم سموا نفسهم دراويش، ما قلنا لهم دراويش، براهم بيقول لك درويش المكاشفي، درويش العجوز، درويش ما عارف منو، براهم درويش. والدرويش ده عبارة عن يعني حمار للشيخ. والله يد الدرويش عبارة عن أداة خدمة لا تكل ولا تمل عن خدمة الشيخ. وانت ما شفت عبد الرحيم الزريبة قال شنو في نفس الكتاب ده، لكن في طبعة ثانية، في طبعة ثانية لون أخضر، المرة فاتت جابوها أول قبل المرة فاتت. بيقول أستاذك يا فقير، عشان شوف التعبير، أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، له أتبع كالصغير ما تميل أبدا لغير، كن له قريب وجار، له أخدم بدون إيجار. الدرويش يخدم بدون إيجار، قاعد في التكية 10 سنة، يزرع وينظف البلدان ويودي العيش الطاحونة
ويوري الخضره بتاعت مرات الشيخ، ويعصر كرعين الشيخ، ويشرب مويه طود الشيخ، ويطقطق اصابعين الشيخ، ده كله من غير مقابل، من غير اي قروش. يوم الجاي ما شدكم هوا، ابويا الشيخ انا مسافر. المبروك الفاتحه معاك. فاتحه؟ في فاتحه بتخش في الجيب ولا بتخش في البطن؟ تفتح فيه بلاغ طوالي تقول له جيب وديها اديني حق الطوالي، وانت ما تمشي اصلا، الزرايب دي ما تمشي لها، يسموها زرايب. الزرايب دي نحن نعرفها حقت البهايم والعتان والبقر والعجول، انت اللي بوديك الزريبه شنو؟ ربنا كرمك. براهم سموها زريبه، سميناها نحن في زريبه المكاش، في زريبه المرعي، براهم قال زريبه، والزريبه عندنا في السودان معروفه، الزريبه حقت شنو؟ حقت المواشي. ولانه ربنا لما ذكر المشركين قال انهم الا كالانعام، ديل زي البهايم، بل هم اضل، ديل اقل درجه من البهايم، لانه البهيمه ربنا خلقها وربنا رزقها ما حصل يوم طافت لها قبل، لكن الدرويش ربنا خلقه وربنا رزقه وربنا حفظه جوا بطن امه، لما يطلع برا في الدنيا ويعمل له شنب كبير ويعمل له قفطان اخضر يقول يا ابوي فلان انا بخض في البلاد نزيله، فقل يا ولي الله اسماعيل الساده الساده انا عبدا لكم نادى. فعبد الرحيم الزريبه قال سلم لقومك، تسلم اصلك ما تعترض، سلم لقومك ثم كن عبدا لهم. انت ربنا قال ابقوا عبد للقوم، ربنا قال ابقوا عبد عبيد الصوفيه، الصوفيه دارين يخلوا الناس السودانيين عبيد، والله الذي لا اله غيره. في زمان لقوا الامه السودانيه جاهله استعبدوا الناس، الختميه هناك قال لك متر، يعني متر في من ارضه يديك متر في الجنه، الزول اللي بيديه متر في البلدات بتاعته بيديه متر في الجنه هناك، وكذاب. ودالك بهناك بيقول عبد الرحيم الزريبه بيقول شيوخه يعني يحيوا الاموات ويقلبوا البيت ولد وبينجوك يوم القيامه، وكلام كثير باطل قال الصوفيه وما نكره وما ذا سنه. فنحن لابد نرد عليه بقوه وبشده حتى يعلم الناس حقيقة التصوف لا علاقة له مع كتاب الله. التصوف عبارة عن استعباد الخلق لشيوخ الصوفية. يخلوك عبد للشيوخ. عشان كده قالوا له اخدم بدون ايجار او عاق من الكيجار او اعتك اجر الشيخ. عشان كده الدرويش اصلا ما بقول للشيخ لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، ولا بقول له الدليل شنو. والله جد ابو الشيخ يقول له دار تتزوج، بعد تتزوج جيب المرأة عشان نبرك، ولا بيعترض، يجيبها طوال. المرأة ما ولدت يقول لها جيبها خليها 40 يوم، دايرة عزومة ثقيلة، عزومة ثقيلة وكان جات ثقيلة، تمشي وين؟ فده كله عند الصوفية فيه، عشان ما تستبعد، ما تقول الكلام ده ما في موجود، استعباد وخيابة وآخر تقليعات بتاع الحنة ده بقى يحنن الرجال، بتاع الحنة، لمين؟ ده الشيخ هسه الحنانات تشتغلن شنو يعني؟ أنت إذا كان شغال حنة، الحنانات تشتغلن شنو غسيل ومكوى؟ يا أخي ما يا ناس والله انا بعد شويه خايف بتاعت الكوافير يفتح فيه بلاغ ضايقني في شغلتي انتحاش شخصيه فزول زي ده بعد الدراويش تابعينه بعد حنته دي وبيحنن في الرجال ويبخر في الارسال بعد تابعينه ويجرتك ويسوي وهاس بعد متابعينه فقال اوعاك من الكيجار ومعامله التجار قل كن ثابت عنده لا تضحك عنده قال في كربك عنده بدغيثك جنده وده الضلال المبين الذي يدعوه اليه الصوفيه بكافه اشكاله. اخذ ان شاء الله نموذج ثاني واحد ونقدم متحدث من بعدي. في الصفحه 127 الكتاب ده جديد اصدار 2015 كتاب جديد وحقوق الطبع كلها محفوظه والانسان ما عليه الا أن يذهب زول داري تأكد تمشي الدار السودانية تقول لهم داير كتاب عبد الرحيم الزريبة رياض الجنة ونور الدجنة. في هذه الصفحة 127 يدعي أن شيخه أيوه هذه لها عفوا الصفحة 121 قال ونظرته قد أصلحت 1000 مدمن وذلك فضل الله والله ذو الفضل. قال بنظره ابوك الشيخ وده ممنوع عبد القادر الجيلاني البغدادي قال عبد الرحيم الزريبه بيمدح فيه قال بنظره قال صلح له 1000 مريد او 1000 مدمن بتاع بنجو بتاع خمره بتاع اي حاجه المهم قال لك 1000 مدمن بس بنظره كده
عشان كده عند الصوفيه في عقيده بيقول لك نظره يا ابو هاشم، نظره يا ابو هاشم، يعتقد انه لو عاين له كده خلاص اموره كلها بتجيه. يا اخي انت مفتري. وفي ناس النبي شافه معديل بعد ده في الدرك الاسفل من النار. ابو لهب وين؟ ابو جهل وين؟ وعقبه بن معاذ ده المشكله، النبي شافهم وشافوه ليه ما كان يقول بنظره كده بس صلحهم كلهم؟ لكن هذه عقيده باطله يعتقد هؤلاء الناس. قال يغيث الملهوف يغيث لملهوف كطرفه عين كطرفه واسرع منها خذه في صوره النمل. قال وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدركه بالعقل باكفان من قد مات ان كتب اسمه يكون له سترا من النار والهول. قال الشيخ بتاعه ده قال بيمشي في الهوى ما لقي للان ما لقينا لنا صوفي واحد مطار من السودان مشى للابيض ما في دايرين واحد صوفي يجي بيجايس. قلت لك الصوفي عندهم يطير فوق في الهوى يمشي على المويه دي عادي من كراماته وكذابين سحره ده كله من قبيل السحر. قالوا باكفان من قد مات ان كتب اسمه يكون له سترا من النار والهول. يعني انت لو عندك زول دار يموت لو زول ميت وجبت الكفن بس ما عليك الا تكتب عبد القادر الجيلاني. اذا كتبت عبد القادر الجيلاني طوالي صاحبك ده قال في القبر ما بيعذبوه. انت دار تلعب على منو؟ دار تغش منو؟ ديلك ملائكه ولا بتغش. والله ممكن تغش يعني انا تغش ده تغش ده، لكن ديل ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. في قصيده ثانيه برضه بيقول قال لا ومن قال عند حفر قبره هذا احمد فصاحبه في القبر لن يعذبه. قال اول ما تدق الطوريه او تدق بالكوريك او بالازمه بس دار تحفر القبر تقول هذا قبر احمد الطيب البشير، والميت يكون اسمه خوجلي خوجلي محمد احمد ولا خوجلي بانقع. من البدايه بدات بالكذب واللف والدوران، باقي لك تمشي لقدام؟ من البدايه بدات بالكذب. فدي كلها عقائد باطله والشرك متجدد، الشرك متجدد ولا بد من كشف المتصوفه على اوسع نطاق وعلى بكل ما اوتي الناس من قوه حتى ننقذ الناس من هذه العقائد الكاسده الفاسده التي من اعتقدها والله الذي لا اله غيره تورده النار وبئس القرار. لان الله عز وجل يقول كما في الاثر الالهي قال يا ابن ادم لو اتيتني بغراب يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغرابها مغفره. تجي لي الله بالذنوب كمل الارض لكن موحد عقيدتك في الله البعلم الغيب الله البيد الجنة الله البنزل المطر الله الذي يدعى هو الله والذي يطاف به بيت الله والذي يتوكل عليه هو الله. لا معلق حجاب لا معلق صورة لا معلق تميمة لا عندك عقيدة في قبر لا عندك عقيدة في ميت لا عندك عقيدة في صالح ولا طالح. لو جيت بمعاصي ربنا عسى أن يغفر لك لأنه ربنا يغفر أي حاجة إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منو؟ إن شاء الله أقدم أبو بكر أستاذنا أبو بكر محمد أحمد فليفضل بجزاهم أجور والسلام عليكم.